أعجبا لبعض البشر سقطت تفاحة فعرفوا الجاذبية، ويسقط آلاف البشر ولم يعرفوا الإنسانية. من مصر أم الدنيا إلى قلب العروبة، فلسطين الحبيبة، كل الدعم لمن علمونا الصمود. تضامنا مع فلسطين وغزة، يدعو برنامج بنات حواء للمشاركة في حملة تبرعات الهلال الأحمر من أجل أشقائنا في غزة. بدعوكم إن انتوا تروحوا الهلال الأحمر وتتبرعوا بدمكم. كل وسائل التبرع على الشاشة، وسائل كتير مختلفة، عن طريق كاش وعن طريق البنك وعن طريق الهلال الأحمر. كل الدعوات الصادقة والدعم لمن علمونا الصمود والكبرياء. كل التحية كل شهيد ضحى عشان بلده وعشان عرضه. كل الدعم لفلسطين. دمنا فداك يا فلسطين. فلسطين مش صورة تشيلها من بروفايلك وتحط صورة فلسطين. ده مش حدث ولا صورة تتشال وتتحط وخلاص. الدعم الحقيقي اننا نروح نشارك اخواتنا اللي بيموتوا، اطفال وكبار وشيوخ ورضع. تحية لفلسطين، فلسطين حرة، هتفضل فلسطين حرة. كلنا بندعي، كلنا هنصلي وندعي لفلسطين بالنصر بإذن الله. النصر ليكم. دموعكم غالية علينا، وكمان بشكر صديقة الفلسطينية والأخت دكتورة هناء الشبراوي، شكرا للهدية الجميلة الوسام على صدري، شكرا. بنقدم لكم الدعم وبندعي لكم ان ربنا ان شاء الله ينصركم. اهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج بنات حواء. حلقتنا النهاردة مختلفة وجميلة. كلنا بنخاف من الأسنان، وخصوصا الأطفال بيخافوا من الأسنان. تعالوا نشوف مين معانا النهاردة ونرجع تاني. معانا النهاردة الدكتورة ندى خالد، بكالوريوس طب وجراحة الفم والأسنان، جامعة مصر الدولية، أخصائية طب أسنان الأطفال، نائب زائر سابق القصر العيني. أهلا بك يا دكتور ندى. أهلا بحضرتك، منورانا النهاردة. ربنا يخليك، ميرسي. قبل أي حاجة وقبل أي أسئلة، طبعا أكيد كل المشاهدين هيشوفوا نائب زائر سابق
في القصر العيني، عايزين نعرف ايه اللقب ده؟ نايب زائر في القصر العيني هو بيبقى ما يسبق الماجستير. اه فهي انا قضيت فتره في القصر العيني، اتعاملت مع اطفال كتير، وحقيقه انا بقالي كتير قوي في موضوع طب الاسنان، يعني 8 سنين تقريبا. فهو ده معنى نايب زائر، ان انت مرحله ما تسبق الماسترز يعني او الماجستير. اه طب ليه اخترتي جراحة وطب الأسنان أطفال؟ ده نادر نادر إن أنا ألاقي دكتور أسنان أطفال، يعني دايما بنلاقيها كبار عادي يعني. الحقيقه يا استاذه هبه، انا ناس كتير سالتني السؤال ده، وكنت دايما بقول لهم انا سبحان الله في زي كيمياء بتظهر بيني وبين الاطفال. انا بحب الاطفال جدا وبلاقي نفسي معاهم، على عكس ناس ودكاتره كتير بيجوا يتعاملوا مع اطفال بيتضايقوا ان الاطفال بيزنوا، لا انا مش عارف ما اتعامل عندهمش مع صبر. الطفل، ما عندهمش صبر. بس الحمد لله بلاقي نفسي في النقطه دي. بحب قوي ان انا الاقي طفل خرج من عندي مبسوط بعد ما كان بيعيط، الحضن بتاعهم في الاخر ده بيريحني قوي. كل الدنيا فانا بتبسط قوي قوي لما بلاقيهم مبسوطين في الاخر، وبحس ان في بيني وبينهم صداقه. يعني انا في طفل بيجي لي بيرجع يجي لي تاني بعد فتره الاقيه كبر، الله ما شاء، يعني لو ما شاء الله بجد انا بستغرب يعني. جه يعالج سنانه ممكن يجي لي تاني. تاني يسلم عليا اصلا حتى مع مامته، او مثلا يجي لي يعالج سنانه. فلا انا الموضوع بالنسبه لي بيبقى علاقه صداقه اكتر من انا دكتوره اسنان مع طفل بس. جراحة هي مع حد الكلية جميل بتاعتنا اسمها، زيك ورقيق جراحة هقولك تقيلة على حاجة، تقيل قوي. هي الكلية بتاعتنا اسمها طب أسنان، طب الفم والأسنان. جراحة لأن في جزء اكستراكشن، عندنا الخلع، ساعات بنضطر نخلع للطفل، فهي بتندرج تحت كلمة الجراحة. طيب واحنا بنتكلم مع بعض كده او على الصفحة شفنا VR اللي احنا كلنا بنحبها بره وبنتفرج عليها بره، شفتها عند حضرتك في العيادة وبتلبسيها للأطفال، دي ايه؟ هقول لك، ايه القصة دي؟ هي ليها قصة. ونحلة وحاجات كده غريبة. شغل أطفال ده احنا عايزين نعرفه. هي الفي ار فكرة طلعت لي، انا كنت في مرة قاعدة انا بتفرج فيها على فيلم، وبعدين انا دايما بحب اطلع مع الاطفال افكار جديده، لان هم الموضوع في طب اسنان الاطفال هي ازاي تو مانج، او ازاي ان احنا بنخلي اداره الطفل، ازاي احنا نخلي الموضوع لطيف في ان هو وخفيف ما يخافش. هو الموضوع مش العلاج بسيط، بس انت ازاي تخلي الطفل ما يخافش، هي دي النقطه. فانا قلت استغلها، طب ليه لا، هو الطفل دايما بيخاف من ايه؟ ما بيجي لدكتور الاسنان بيخاف من الحقنه. فانا قلت ان انا كلنا مش الاطفال بس، بس كلنا الاطفال كمان طبعا، بس الاطفال هو اكتر اصعب طبعا. بتحسي بيلاقوا قوي دايما، هو حضرتك هتديني حقنه؟ فانا قلت طب استغلها ازاي ان انا اخبي عينيهم وفي نفس الوقت بطريقه لطيفه. فبحط لهم فيلم كرتون فيها، وبيبدا يتفرج على الكرتون فبيبدا يتلهي شويه فيه، يتشتت بقى بالظبط، بيتشتت انتباهه وبيبدا يعدي وقت ممتع، بيحس الله انا بروح لدكتور اسنان بستمتع. بس هي دي فكرتها. طب وفكرة النحلة كنا وريتهاني قبل الهوا كده، اوكي ايه الدنيا دي؟ طيب هي النحلة انتي عاملة حاجات جميلة قوي يا ندى في في العيادة. احنا ككبار المفروض نروح عندك في العيادة والله، في كبار بيطلبوها مني فعلا. طيب هي النحلة زي ما انت شايفة كده، جهاز لطيف قوي شكله، يعني لعبة. هي بتعمل زي ذبذبات كده، لما بدوس عليها بتعمل ذبذبات على الخد، يعني ممكن دي تجربيها. فكرتك برضو ولا دي حاجة موجودة؟ هي دي حاجة موجودة بس مش منتشرة قوي لسه. بس أنا قلت برضو استخدمها مع الأطفال، بتفيدني في نقطة إن هما ما بيحسوش بشكة الإبرة. إزاي؟ هي موجودة كطب ولا دي فكرتك زي فكرة الفي ار؟ هي موجودة حاجة في، يعني بيعملوا لها دعاية للطب الأسنان دلوقتي، بس هي لسه ما انتشرتش قوي. فأنا بصراحة عجبتني، ان شاء الله انت عندك تقنيات عاليه قوي الموضوع ده. هي بتعمل زي ذبذبات كده تحط على الخد، وفي نفس الوقت الجزء اللي ورا ده بيبقى ساقع، ده جل، ده جل بالظبط، بيتحط على الخد كده، فبتبدا اما باجي ادي الحقنه ما بيحسش بالشكه بتاعتها، بيحس بالذبذبات دي بس، بتلهيه عن الشكه دي. في نفس الوقت بيحس انها لعبه. وريني كده الموضوع ده، لازم نعرف. بتدوسي هنا كده؟ بدوس عليها وبسيبه هو يمسكها. حتى بصي يا جماعه، فعلا بتعمل فايبريشن حلو قوي وهي ساقعه، فيفضل بقى حاططها على المكان اللي هو بتعملي فيه الحقنه ولا بالظبط كده لحد ما بخلص. هي بتبقى حوالي 10 ثواني. جميل قوي يا جماعه، بصوا الفيديو شغال اهو. هي هنا انا كنت بشرح، هو هنا ده الطفل كان جميل قوي بصراحه.
الطفل بيخلع كنت بديله ساعتها الحقنه وهو مش حاسس انا يعني وهو بيحطها هو هي دي النحله اللي احنا بنتكلم عنها في الاول كان خايف شويه بس لما استخدمتها معاه بدا بقى خلاص الموضوع لذيذ يعني كان رد فعله ايه انا كده كده ما بقولش ان في حقن يعني دي نقطه برضو مهمه وعايزه اتكلم معاكي فيها للاسف ساعات الاهل بيخوفوا الاطفال شويه قبل ما يروحوا لدكتور الاسنان انت هتاخد حقنه وما سمعتش الكلام لا الكلمه دي يا جماعه ما نقولهاش خالص محدش يقولها لاي طفل لا انا لان انا اصلا ما بيعرفوش يعني انا بقول لهم ان هو عصير انا هديك عصير هينيم السن فهو بيبدا يطمن للكلمه لكن كلمة حقنة بتقلقهم قوي وبتقلق الكبار فاهم غير الصغيرين يعني طب ما تيجي نشوف مقطع كده من المشهد ونرجع تاني طيب خلينا المقطع دلوقتي طيب احنا دلوقتي طبعا الاطفال او الكبار بيبقى في مواقف كده قولي لنا كده موقف طريف حصل مع الاطفال غير ان هم بيحبوكي اوكي وبعد بيرجعوا لك تاني دي احلى حاجه والله انا في موقف علم معايا قوي كنت في القصر العيني وكنت انا احنا في نوع حشوه عندنا نوع حشوه غامقه شويه اسمها امالجم فانا الطفل ده بشتغل له وبعدين ببص لقيته فافتكرت الحشوه دي موجوده واكتشفت انها مش حشوه ان مامته حاطه له استرس كان موجود في الفستان عندها حطت هي كانت دي اغرب حاجه انا تعرضت لها الحقيقه وانا سالتها انت الفكره دي جات لك ازاي قالت لي انا لقيت الضرس فيه حفره فقلت املى الحفره دي فرحت هي بالظبط هي استخدمت مصطلح الحشو بس بطريقتها هي هنعرف اللبان ممكن لا كانت حاجه غريبه جدا وللاسف انا كمان افتكرتها لانها هي واخده شكل الحشوه بالظبط وواخده مكان التجويف اللي في السن فانا استغربت الفكره جدا يعني وكانت حاجه فعلا كانت جديده بالنسبه لي حاجه جديده طيب زي ما احنا بنشوف حاجات وعجائب وطرائف برضو مشاهد السينما برضو قدمت لنا عجائب برضو وطرائف خلينا نشوف كده مشهد من الفيلم ونرجع مشاهد كتير وبنشوف اكيد بتلاقي في الحقيقه بيبقوا عايزين يتكلموا وانا بعمل حاجه يا جماعه طب استنى الاسترس ده صعب قوي لا دي كانت جديده بصراحه طيب في امهات كتير قوي ما بيعرفوش ان هم يغسلوا اسنان ولادهم في سن كام اوكي يعني ده فعلا بيتكرر كتير وبلاحظ ان هم الناس ما بتبقاش عارفه اجابته وتيجي في سن معين انا مش عارفه هيغسل ما يغسلش وكمان اكتر حاجه بيخافوا لا يبلع المعجون ده حقيقي طيب احنا المفروض نبدا نغسل اسنان اطفالنا امتى من اول ما يتولد هتقولي ازاي ما فيش اسنان ازاي اللثة عادي هو بعد الرضاعه اللثة بيفضل اكيد عليها بقايا من اللبن فبنجيب شاشه ومبلوله ميه وبالراحه جدا بنبدا نعدي على اللثة عشان نشيل اي بقايا موجوده الاسنان بتبدا تطلع من اول 6 شهور من اول 6 شهور بنبدا بقى نركز في موضوع غسيل الاسنان غسيل بالفرشه العاديه طبعا الفرشه الصغيره الاولانيين الصغيرين بيطلعوا بالظبط فبنبدا بقى نركز بقى بالفرشه فرشه معجون قطعه صغيره جدا ممكن قد الدمعه الصغيره وبنستخدم معجون اطفال يستحسن هنبدا نستخدم معجون الكبار ممكن بقى اول ما يبدا بقى يكبر شويه سن 3 4 سنين بس برده بيبقى كميه صغيره يعني بتبقى كميه صغيره قوي قد كلنا فعلا ما بنعرفش الكبار والصغيرين بالنسبه للمعجون طب ده امتى وده امتى وانا كأم اعرف سن كام ابني مثلا بدا سنه كام ابدا اغير له المعجون بتاعه للكبار ولا عادي خلينا الاطفال في سن 6 شهور نبدا نستخدم اللي هو معجون الاسنان للاطفال عند سن 4 سنين 3 سنين نبدا نستخدم المعجون بتاع الكبار بس بكميه صغيره عشان الفلورايد فيه مستحسن ما يتبلعش يعني بس طيب انت حضرتك قلتي السنان الصغننه دي احط معجون عليها وامسحها ازاي يعني حطيت انا معجون وجيت بقى امسح ازاي برضو هنبدا نستخدم الفرشه يعني ما يبدا يطلع له اسنان نستخدم فرشه بس طبعا طب فرشه صغيره مش هيمضمض مثلا ويتفها ولا حاجه ولا حاجه هي الفرشه بنبدا نستخدمها مين لي عند سن 3 4 سنين في السن الصغير بتاع سنه ونص ده بنبدا لا اللي هو حضرتك قلتي نمسحه. اللي هو السنتين اللي هم صغيرين السنتين الصغيرين تبدا الام ممكن تمسحهم بقى هي تبدا تركز هي معاه طبعا طب انت الطفل مش هيقدر يستمد على نفسه يعني في ان هو يقف يغسل سنانه غير عند سن 4 سنين تقريبا بالظبط فاحنا دايما بنراقبه حتى سن 4 سنين ده يعتبر صغير بس هيبقى تعود
نتعود، هيبقى تعود خلاص ان لان هو انا ده اول سؤال بساله الاطفال في العياده قبل ما ابتدي شغل، انت بتغسل اسنانك؟ بلاقيه بيقول لي لا. فطبعا هي انا ده مش اوبشن بصراحه بالنسبه لي، لازم تغسل اسنانك، هي دي بدايه كل مشكله صغيره بتحصل. طب امتى سن التبديل؟ يعني كلنا بنقعد نقول ابني لسه ما بدلش اسنانه، ابني اتاخر، ابني حصل له مشكله فهيخلع، طب ده لسه بدري عن التبديل، امتى بقى المفروض ان هو الصح؟ سن التبديل ملوش سن محدد، هي على حسب السن او الضرس. بمعنى ايه؟ في اسنان على حسب جسم الطفل ان هو ده حاجه عنده فيتامينات وعنده ما عندوش اي مشاكل. ده حاجه على فكره، ان هو فعلا مش كل الاطفال بتبدل في نفس التوقيت، حتى لو التوقيت الصح مثلا 6 سنين للسنه دي، في اطفال بتجيلي انا ابني ليه متاخر في التبديل، بيبقى ده عنده 7 سنين ولسه ما بدلش يا دكتور السنتين اللي قدام. لا بتختلف على حسب من طفل للتاني، بس المتعارف عليه مثلا ان الاسنان الاماميه بتبدل عند 6 سنين، الضروس الخلفيه عند 10 سنين، الانياب عند 9، فهم مش بيبدلوا كلهم في وقت واحد. طب في سؤال مهم قوي في وسط الاسئله دي كلها، كل امها عايزه تعرف لو انا اتاخر السنان تطلع، تاخير السنان اللبنيه المفروض ان هي، انت قلتي في 6 شهور تقريبا في بدايه بتبقى ست ولا شهور ممكن تبقى اقل من كده كمان؟ ما زي ما بيخافوا لا ممكن تطلع قبليها فبيخافوا، على فكره الولد ده حسب مش الطفل. طبيعي. في اطفال بتبقى عندها نقص كالسيوم شويه فبيبقى في تاخير شويه في يعني الاسنان، ممكن تتاخر وممكن تطلع بدري ممكن تبقى شويه بدري عن كده. بالظبط كده. بس فطبعا احنا ما نقدرش نمسك في توقيت معين، بس المتعارف عليه ان معظم الاطفال 90% بيبدلوا، مثلا لو هنطلع له يعني عايزين يطلع اسنان دايما لقدام بتطلع عند 6 سنين، ده المتعارف عليه. قليل ما تلاقي فيه اختلافات بسيطه ما بينهم، يعني بيتاخروا او بيبقوا بدري. طب امتى اخلع ضرس ابني لو حصل له مثلا تسوس او اي حاجه وهي لسه اللبنيه مش اللي هي السنان العاديه؟ طيب لو هو في سن الخلع، يعني خلاص انا جالي مثلا طفل خلاص ده سن التبديل بتاعه والضرس خلاص بايظ تماما، هخلعه عادي لان خلاص اللي بعديه هيطلع. طب هنفترض ان جالي طفل الضرس عنده مسوس جامد وخلاص الجذور متاكله ومحتاج يتخلع، بس محتاج يتخلع امتى؟ الطفل ده عنده 7 سنين مثلا، فهو لسه فاضله 3 سنين على التبديل. هخلعه بس هعمل حاجه اسمها حافظ مسافه، هاخد له مقاس وبيتعمل زي جهاز كده بيركب على الضرس طالع منه زي الدراع كده. دي حاجة جديدة، تقنيات هي جديدة مش جديدة دي. لا هي مش جديدة، هي موجودة بقالها كتير، بس هو دي حاجة مهمة. طالما الضرس اتخلع بدري عن ميعاده فاحنا محتاجين نركب حافظ المسافة او سبيس مينتينر، ده مهم جدا. لو مركبناهوش هيبدأ الأسنان تميل وتاخد مكان الضرس الدايم اللي طالع، فبيحصل هنا مشكلة بقى وبنحتاج تقويم بعد كده، فده مهم جدا جدا. يعني طب انا لو مثلا ما ركبتش الحاجه دي هيحصل غير ان هو المسافه تقفل، الضرس الدايم مش هيلاقي مكان يطلع فيه، فهنبدا ندخل في مشكله ان جراحه وكده ولا مش جراحه، لا التقويم. انا لكن الضرس هيطلع عادي؟ لا مش هيلاقي مكان يطلع فيه، مش هيلاقي مكان، المسافه هتتغير. انا خلعت الضرس بدري عن ميعاد التبديل، في 3 سنين عندي اهو، يعني الفك اتغير طبعا تبدا بقى الاسنان اللبنيه تنيل فهتقفل لي المكان اللي المفروض تطلع فيه. انا ممكن اشرحها لك اكتر على ايوه يا ريت عشان كل المشاهدين يشوفوا. طيب احنا هنا في اهو الضرس مخلوع، خلعناه بدري عن ميعاده. ممكن نوري اوكي. خلعنا الضرس هنا بدري عن ميعاده، المفروض اركب حافظ المسافه. حافظ المسافه ده بيبقى زي حلقه كده بتركب هنا على الضرس اللي قبليه. دي ما فيهاش اي مشاكل للطفل خالص، ما تقعش ما يلعبش فيها، حتى لو وقعت بتتلزق تاني مفيش مشكله، هي سهله جدا جدا يعني. تمام. بتبقى زي حلقه بتركب على الضرس اللي قبليه وطالع منها زي دراع كده يعني خابط في السنه دي، بحس موقف لي ان السنه دي تنيل، موقف ان السنه دي تنيل. تمام. فببدا احافظ على المسافه دي لحد ما الضرس الدايم يطلع اللي هو بعد 3 سنين. تمام. طب افرضي مثلا الضرس اللي بعده وقع كمان، يعني اللي معمول حافظ مسافه ده، بيبقى احنا لينا حلول، يعني انا الموضوع بيبقى ليه حل لازم، يعني الموضوع مش بيتساب كده، بيبقى ليه حل عندنا يعني. بس معظم الوقت بتبقى الضروس الدايمة موجوده، يعني بيبقى الضرس الدايم غالبا بيبقى الضرس الدايم وبحط له حلقه وعليه الدراع. طيب. اللي بقولك عليه. في
مشكله كل الامهات بتقع فيها، في عادات خطا الولاد بيقعوا فيها، انا سبت ابني ياكل بقى حاجاته. ايه العادات الخطا اللي الاطفال بيعملوها بيوصلنا للحاله دي ان الضرس يتخلع قبل ميعاده او قبل التبديل اصلا؟ حلو. دي تاني حاجه انا بنبه الام عليها بعد غسيل الاسنان. العادات الغلط في الاكل، بمعنى ان انا بلاقي الطفل، انا بسيب امتي تقولي انا بسيب الطفل ياكل حلويات على طول، بياكل مرتين في اليوم، ما بيغسلش اسنانه بعدها، بياكل حاجات ملزقه كتير، بيشرب مشروبات غازيه، بيبدا ياكل الحاجات اللي هي المقرمشات او الحاجات النشويات من غير ما نغسل اسناننا. طب فين الخضار والفاكهه؟ فرحانين بقى كله عمال ياكل. بالظبط، ما بناكلش حاجات هيلثي، ما بناكلش حاجات صحيه، فنبدا بقى الموضوع يدخل في حته ان انا خلاص. هي دي اللي بتسوس الاسنان طبعا. اي حاجات حلويات ملزقه، مشروبات غازيه، الحلويات بجميع انواعها بالنشويات، كل ده بيأذي الاسنان طبعا، واسنان الاطفال بتسوس اسرع من الكبار. طيب احنا على الشاشه هنا في سؤال مهم جدا، كلنا بنشوف المنظر ده نقول ابني ولا بنتي اسنانها سوست. ده حقيقي. ده ايه بقى؟ ده حقيقي فعلا، ده كده تسوس؟ بيجيلي العياده المنظر ده كتير، والام بتبقى فاكره وخايفه ان ده تسوس. بس هو ده حقيقي مش تسوس، هو ده تصبغات. نتيجه نوع بكتيريا اسمها كروموجينيك بكتيريا. نوع بكتيريا هو موجود في بقنا عامه، بس ما بيزيد عن حد وبيقلب بتصبغات كده على الاسنان، بتبقى على الطرف اللي فوق بتاع الاسنان. طيب حلها بسيط جدا، بنعمل بس تلميع في العياده بس، مش بتتشال بفرشه الاسنان في البيت، عشان في امهات بتفتكر كده. لازم في العياده عندنا ان انا بشيلها بماده معينه، وجهاز الفرشه بتاعتي في العياده بيتشال لي التصبغات دي، بس ممكن تطلع تاني بعد فتره، وبرده حلها انها تعمل بولشنج او تلميع، يعني مع برضو الاستمرار للاكل الحلويات والحاجات دي برضو هترجع. هترجع تاني نوع البكتيريا، وكمان لو طفل بياخد حديد، اي اكل فيه حديد او ادويه بتزود المنظر ده والتصبغات دي. طيب قولي لنا كده عن خدمات العياده يا دكتوره ندى. اوكي، العياده هي للاطفال وكمان فيها التخصصات للكبار. في زراعه، في جراحه، في تركيبات، في حشوات، في حشو عصب. فيها كل التخصصات. يعني هي يعتبر مركز بقى كامل. يعني انا بشتغل معظم الحالات الاطفال. وعندنا طبعا اخصائيين تانيين للجراحه والزراعه والتركيبات، كل التخصصات يعني. طيب في اقسام تانية، ايه الخدمات اللي هما بيقدموها؟ اوكي، على حسب يعني، لو حد محتاج زراعه، لو حد للكبار، لو محتاج زراعه في دكتور متخصص للزراعه، في دكتور متخصص للتركيبات، التركيبات اللي هي الكراونز. لو في حشوات، حد محتاج حشوات سواء حشو عصب او حشو عادي، فهو برضو في متخصص ليها، فتلاقي كل حد، كل دكتور ماسك التخصص بتاعه. طيب حضرتك كنت نويتي قبل الحلقه على في خصم لاخواننا الفلسطينيين. ده حقيقه. اولا ربنا يا رب ان شاء الله معاهم وينصرهم، واحنا اكيد كده كده يوم القيامة مش هيقوم غير لما تبقى يعني يبقى في نصر ان شاء الله باذن الله. طبعا انا اخواتنا الفلسطينيين كلهم ليهم خصم خاص في العياده، سواء الاطفال او الكبار. ده حاجه مش بس الفتره دي حاجه على طول، ودي اقل حاجه انا اقدر اعملها في الفتره دي لاخواتنا. يعني وريت لو اي حد يقدر يعمل اي حاجه ليهم في الوقت ده حتى لو بسيطه فاكيد هتفرق. طبعا طبعا، احنا بنشكر حضرتك جدا وبنشكر دعمك لاخواتنا الفلسطينيين. شكرا جدا، حلقتنا خلصت معاكم بسرعه. شكرا للمشاهدين، نشوفكم الحلقه الجايه ان شاء الله. مع السلامه.